نالي ما تناديش حد ما تن... صلى على النبي صلى على النبي كده واهدى عشان نعرف نتفاهم. اهدى اهدى عشان خاطر النبي ارجوك اهدى يا باشا. انا هادي اللي اتربى في السلخانه اتعلم يذبح وهو هادي، شغلتي بقى واكل عيشي. مظبوط مظبوط مظبوط، كل ده مفهوم. انا بقى اللي عايز افهم في ايه الاول. بس كده احب اريحك من اي غدر ممكن يدور في بالك. اللي قدامك ده خش السجن يجي 10 مرات، يعني في بيني وبين السجن 10، موتك مش هيفرق معايا. كل ده مفهوم مفهوم، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ والموزة نيلي؟ لا شريهان. ايه يا كابتن؟ ما تقولي طلباتك ولا تحت امرك. متعصبش طب، عادي. عادي مين؟ اولك غامق يا ابني، ارجوك فهمني عشان اعرف ارد. عادل مين؟ الولا عادل الكون، الظابط اللي بيجي هنا هو. ايوه ده ابني. ابني عايز منه ايه؟ زعل واحده تخصني. ايوه زعلها ازاي؟ فهمني عشان اعرف اجيب لك حقك. لا يا باشا، انا اعرف اخد حقي بدراعي، بس هو فين؟ بدراعك ده ايه؟ هو مش موجود. خلاص خلي المزه بتاعت الفوازير دي تكلمه وتقول له احضر حالا، والدك في خطر. هما مش بيعملوا كده برضك في السيما؟ يا كابتن ارجوك فهمني فهمني ايه اللي حصل؟ عايز افهم. مد ايده على واحده تخصني وخلى وشها ولا مزلقان امبابه. ايوه الكلام ده حصل امتى؟ يابا انت هتحقق معايا؟ خلاص هتجيبه ولا اخدك مكانه؟ حاضر يا سيدي، طلباتك هنفذها بس في عرض النبي رد عليا. هنا هو امبارح بالليل. ازاي الكلام ده؟ المكتب كان امبارح مقفول. هو جابها وجه على هنا اهو. ايه يا نيلي؟ انت روحتي وسبتي الشركه مفندقه؟ لا طبعا مستر كومي. الله، امال انا عرفت السكه؟الجاكيت يا نيلي شهلي بقى. حاضر. واحدة واحدة بقى كده، تاتا تاتا، هنخطي العتب. ماشي. بقول لك أي حركة غدر. مفيش غدر، مش أنا وعدتك؟ أيوه. فضل. الله ينور عليك. اتفضل. بقول لك مش عايز تقول حاجة لنيلي؟ يا نيلي ما تنديش حد، مش عايز اي قلق، انا لما اروق هطلبك بالتليفون. اتفضل. استنى، ساكن صلاح سالم. ايه؟ على السطح حمام مشترك. ما شاء الله. اتفضل. طيب يا لهوي، مين ده يا سالم؟ خش بس الاول. بس النبي حقصه، ابو المحروس اللي ما ترباش الكلب اللي ده بودة. يا صح ولا نايمة؟ نايمة. طب خش ظبط الدنيا كده واديني حس. يلا. طيب حاضر. صباح الخير يا دنيا.
صباح الخير. ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام. قربتي تخلصي القهوة بتاعتك؟ اه خلاص. استنيتك امبارح تكلميني زي ما قلتي، ما تكلمتيش. كمان كلمتك بقى لما انتي اتأخرتي وبرضو ما رديتيش. نمت وانا قاعدة على كرسي. ايه بخته؟ هو ايه؟ الكرسي. انتي وراكي كلاسز دلوقتي؟ اه ساعة كده. طب ما تيجي نتحرك. فين؟ نقعد في الكافيه اللي برا الجامعة. انا ماليش مزاج اخد القهوة بتاعتي هنا النهاردة، وكمان لسه مفطرتش. ممكن ناكل حاجة سوا. ايوه يا خالد، بس مش هينفع. ليه؟ انا كنت مستنية اصلا دكتور زاهر، كنت عايزاه في حاجة يشرحها لي في تاريخ الدراما. طب ما تسأليني انا، قولي لي محتاجة ايه. لا هي حاجة ليها علاقة بالامتحانات، وانا 10 مينيتس كده وهطلع له، وبعد كده ممكن نشوف هنعمل ايه. اوكي. اه صحيح، انا خلاص استلمت الباسبور وعليه الفيزا وكل حاجة جاهزة. بجد؟ اه جود. انت بقى عملتي ايه في حوار الفيزا؟ مش عملت حاجة يعني، قلت لبابا وهو قالي ان هو ماشي في الموضوع، بس طلعلي تريب بقى كده يا خالد وبحاول احله. تريب؟ تريب ايه يا نور؟ مفيش حاجة كده عائلية يعني. سر يعني؟ شور انه مش يعني مش سر يعني. لا اخويا رجع من استراليا، وبعدين احتمال يجي في نفس الميعاد اللي احنا هنسافر فيه، بس وهو لسه ما اكدش يعني، وانا بحل الموضوع. هو لو جه يعني هيقعد قد ايه؟ هو العادي بيقعد اسبوعين، بس هي المشكله ان هو بيجي كل سنتين، ممكن 3 سنين. المره دي بقى جاي في ميعاد مش الميعاد بتاعه يعني. هو مراته ولدته وجابت بيبي، ومامي بقى طبعا عماله بتزن عايزه تشوف البيبي حقها يعني، بس الدكاتره منعينها ان هي تسافر او تركب طيارات يعني، وخصوصا المسافات البعيده اللي هي اكتر من 5 ساعات. بس ربنا معاها اكيد طبعا. اكيد يعني هو خلاص جاي اكيد. هو لسه ما اداش كونفيرم يعني، وخصوصا مواضيع زي دي مش بتتاخد قرارها في وان داي، ومراته والبيبي لازم بياخدوا اذن من دكتور عشان يعرفوا يسافروا، فبياخد وقته باجراءات يعني ومراجعات. حوار كبير يعني. اه بالظبط، هو حوار كبير. حوار كبير. طب تشرب حاجه؟ لا مش قادر. اه طيب انا هلحق بقى الدكتور زاهر قبل ما يدخل المحاضرة بتاعته، يعني نص ساعة مش هتأخر. ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. هاي خير. ها يا هدى. هي بقت كده يعني؟ هي ايه اللي بقت كده؟ تخش الكليه ما تبصش على حد ولا تسلم على حد ولا حتى تصبح. معلش يا هدى، سوري، صاحي مخنوق شويه. ما كانش باين يعني وانت داخل الكليه. انت عايزه ايه يا هدى؟ عايزاك تروق وتشرب الكوفي بتاعك يا خالد. انا مروق وكويس يا هدى. مالك يا خالد؟ ماليش. حد ضايقك؟ أنا ما بحبش الأسلوب ده يا هدى، وأنتِ عارفة، مفيش حد كلمني من ساعة ما جيت غير دنيا. خلاص، السؤال بشكل أدق، دنيا ضايقتك في إيه؟ احتمال كبير ما تعرفش تطلع معايا ورشة لندن زي ما اتفقنا. وإيه يعني؟
ده كده ولا كده رايح شغل، يعني اساسا مش هيبقى عندك وقت تتنفس. اه بس انا ما بحبش ارتب نفسي على حاجه وتبوظ مني. ممكن اقول لك على حاجه ما تزعلش مني؟ ولا تفتكر ان انا قصدي اضايقك؟ السؤال كده معناه انك قصدك تضايقيني، ومع سبق الاصرار والترصد كمان. لا طبعا، انت عارف ان ما يهونش عليا زعلك ابدا، بس احنا اكتر من اصحاب، والامانه لازم تخليني اي حاجه انا حاساها لك او شايفاها لك اقولها لك، حتى لو الحاجه دي ممكن تضايقك. تقديمها دمها تقيل جدا، بس صح. قولي. اوعى تبني اي خطوه في حياتك على حد، اي حد، مهما كانت الخطوه دي صغيره، ومهما كان الحد ده مهم بالنسبه لك او قريب منك. انا لما مامي كانت عايشه عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان في اي حاجه في الدنيا ممكن تحصل لي من غير ما يكون دورها موجود، حتى لو كان دورها ده صغير، حتى لو كان مجرد ظبطه الملح والفلفل في الاكل. انا مش قصدي اي حاجه وحشه، بعد الشر على تونت وانكل وكل الناس اللي بنحبهم، بس انا قصدي اني بعد ما مريت بالتجربه دي عشت اكتر من 3 شهور حاسه ان مفيش اي حاجه في الدنيا ينفع انها تحصل، حتى نزولي الكليه لمجرد ان مامي اللي كانت بتوصلني قبل ما تروح شغلها في السفاره. وبعد مرور الوقت اكتشفت ان دي كانت اكبر غلطه في حياتي، وان مامي اكيد كانت هتبقى زعلانه مني وهي عند ربنا، علشان شايفاني بضعف وبضيع وبفشل، وهي اصلا عشت عمرها كله علشاني، علشان ابقى احسن واحده في الدنيا. تفتكر انا لو رحت ابلغ في البوليس هياخدوا مني واحده زي كده؟ اول سؤال هيسالوه لي الصبح، انت ايه اللي وداكي معايا يا بنت؟ ايوه. بص يا باشا، انا حقي اللي عايز اخده من جدته اخده بايدي من دراعاته اللي فضلت تلطش فيا لحد ما زهقت. اي حاجه غير كده مش هترضيني ولا تملى عيني. متهيألي بقى كده يا باشا يبقى مات الكلام. تمام تمام. طيب اهدي اهدي. طب لو ابني عادل جه، انا محتاج اخد منك وعد. اوعدك بايه؟
يعني بلاش انت تتعرض له وسيبها منها لي، تاخد حقها زي ما هي عايزة لحد ما نفسها ترضى وتشبع، متهيألي بعد كده بقى تسيبونا نمشي. قفش رجلي. يا عادل انت فين؟ عايزك تجيني. اقولك انت بتعمل ايه هنا يا حاج؟ خش. فين يا حاج؟ انا مش فاهم حاجه. الكلب دخلت مكتبي الصغير امبارح حد؟ جاوب. حصل يا حاج. حصل. وكان معك واحدة مش كده؟ رد عليا. كان معايا يا حاج. عملت فيها ايه؟ يا واد جاوبني جاوبني. ضربتها يا حاج. وحياة امك ضربتها بس؟ يا ابن الكلب يا مرمطني ومخليني فركة للي رايح واللي جاي. يا ابني بس انت جاي تربي الواد هنا؟ انطر انت وهو على جوه. يلا اتفضل. يلا اتفضل اتفضل خش. اتفضل. هي دي؟ رد هات. هي دي اللي ضربتها في مكتبي امبارح يا نجس؟ هي حاجة. هو ده بتاع عملة امبارح؟ ايوه هو. شوف يا ابن الكلب تقف زي الالف، ما ترمش لا تصد ولا ترد. وده ابني قدامك، اعملي فيه ما بدالك. عداك العيب وازح. يلا سبع الرجال اصلب طولك كده وانزل استناني تحت في العربية. تفضل. لسه مطلوب حاجة تانية؟ آسف. تفضلي. ايه ده يا باشا؟ مدة حقك من ابني انت خدتيه، لكن انا لازم اخلص ذمتي واطمن انك هتتعالجي ارجوكي. خدي يا مدة، اللي زي البيبي يحب يخلص حقه أول وآخر. في أي طلبات تانية؟ لا باشا كده عدالة. طب متهيألي احنا كده تمام. أنا مضطر أستأذن. سلام عليكم. هديهم السلاح وأرجع. ماشي خلاص يا أختي.
مرضية؟ أيوه. باسم أنا كده لازم أسافر روما بنفسي. الناس بتقدم رجل وتأخر 10 قبل ما تبعت أي أفواج جديدة. الكلام بس مش هيطمني. عايزك تقعد كمان مع مديح. لازم يأمن الأفواج بنفسه. إحنا ما نجيبش نعتمد على التأمين الرسمي بس. دي ما تقلقش يا دم. عايز أشوف ياسمين كمان عشان تعمل لي كونفرميشن على ميعاد وصول الشحنة. لازم أبقى موجود لما الشحنة توصل مصر. ومواعيد الشغل كلها بدأت تدخل في بعضها عندي. طارق يا أهلا بيه. يا ياسمين كلمتي سيف؟ لسه. طب لازم تعملي لي كونفرميشن على ميعاد وصول الشحنة. هبعت له ميل النهارده. اوكي، خير كنت عايزة ايه؟ في ناس مستنيه حضرتك بره. مين؟ مديح وسليم ومعاه واحد معرفوش. اوكي، خليهم يستنوا على ترابيزة الكمان. اوكي. بس عايزك تحضر لي عربية علشان عايز اروح تشيك على المخزن. امتى يا دمبي؟ الفجر مثلا. خلاص. يا سوري. ادم باشا حبيبي، ازيك يا خالد؟ ازيك يا مديح؟ الحمد لله يا دمبي. اهلا وسهلا. عمر سلطان يا باشا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. شريك انت ساعتك عليه في تليفوني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. ازيك يا اخ مديح؟ احمد ربنا يا باشا. كيفك؟ الحمد لله. استاذن يا ادم بيه. اتفضل يا باشا. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادم باشا بقى عمر كبرنا كلنا هنا. اهم مستثمر عندنا في المنطقه. الله اكبر، يعني عنده هنا بس قريتين، غير بقى شويه الاستثمارات اللي حوالينا. طوبة ونويبع وراس شيطان. والله ما بحسدك يا باشا يعني. كلنا يا حبيب بنعتبر ادهم بيه كبيرنا، وعمره ما خيب عشمنا فيها ابدا. يا جماعه انتوا اخواتي واكتر. عمر يا سوري. العفو يا باشا. عمر بقاله كام يوم قاعد معانا هنا في سينا وعجبته جدا. لدرجه بقى يا باشا كبرت في دماغه ان يبقى شريك معايا في التقفيصه. طبعا قلت بقى اجيبه واجي لك على طول. هايل. بتفكر في ايه يا عمر؟ يعني شوية حاجات كده ممكن تزود نشاط التقفيصة، يعني مثلا كام بيتش باجي علشان ما يأجروش من بره. مركز غطس. يعني اوكي حلو، بس مركز غطس ده عايز حد معاه بروفيشنال لايسنس علشان يديره. اه طبعا. انا عمر اساسا ضابط شرطة بس ترك الخدمة. مش بدري القرار ده يا عمر بيه؟ طب لازمتها ايه بيه بقى؟ هو لسه قايل لحضرتك دلوقتي انا سبت الخدمة خلاص. هي برضه المقامات محفوظة. المقامات مش بالألقاب يا فندم. أحلى حاجة في الموضوع إن إحنا هنا مالناش علاقة بالشكليات، أنا أساساً سبت الخدمة عشان ما بحبش الرسميات. طب يا سيدي كمل. أكمل أقول إيه؟ هي دي فكرتي. طب جميل، ومعاك بادجت بقى للمسائل دي كلها ولا محتاج دعم؟ لا الحمد لله، الفلوس موجودة، بس طبعاً إحنا ما نقدرش نستغنى عن دعم حضرتك. يا سيدي ولا يهمك، ولو إن الشغل اليومين دول بقى ضيق قوي ومحدش عارف الدنيا هتفتح إمتى، بس الرجالة زي اخواتي واكتر ودينا مع بعض، وان شاء الله يعني هقدم لكم كل الدعم اللي اقدر عليه. المشكلة اللي هتجيب لنا يا ادهم بيه وهنحتاج مساعدتك مشكلة التراخيص والتصاريح. طب لا التراخيص والتصاريح دي بسيطة ان شاء الله. هو في حاجة تانية مهمة برضو، لان انا دلوقتي ما اقدرش احقق لها البادجت اللي محتاجاه. ايه هي يا عم؟ الحقيقة محتاجين مركب علشان رحلات سفاري الغطس. طب دي بسيطة خالص. ياسمين من فضلك وفري لعمر مركب من المراكب اللي عندنا في المارينا عشان موضوع سفر الغطس ده. اوكي ادهم بيه. بص يا سيدي احنا مش هناخد منك ايجار، بس انت عليك تموينها وصيانتها. ده كده كتير قوي، اكتر بكتير من اللي احنا بنتمناه. نو واي. دره بطلي طريقتك دي. نو واي. ايه هو بس اللي نو واي؟ ايه اللي مزعلك؟ ادهم انت كمان بطل طريقتك دي معاها عشان دي بتتدلع. نو انا مش بتدلع. لا بتتدلعي. اوكي بتدلع. أنا صغيرة ومن حق أتدلع. إيه بقى يا ستي اللي أنتِ عايزة تتدلعي فيه وماما مش راضية؟ مفيش يا سيدي، عايزاني أنده لها وائل السواق قال إيه عشان يلعب معاها إكس بوكس، وأنت عارف يا أدهم أنا بعته يجيب شوية طلبات للبيت. طب يا حبيبي ما وائل السواق ده كلها نص ساعة ولا حاجة ويرجع بالطلبات؟ لا أنا عايزة ألعب معاه دلوقتي. يعني أنتِ عايزاني نرجعه دلوقتي من وسط المشوار علشان تلعبي معاه جيم؟ هو جيم واحد وارجع تاني.
يعني انت كل مشكلتك انك عايزه اي حد تلعب معاه اكس بوكس؟ اه. طيب ما ينفعش تستنيه لما يرجع وبعد كده يلعب معاكي؟ نو انا عندي حاجات كتير قوي لازم اعملها. وبعدين انت مين اساسا؟ بابا مين ده؟ انت مين واساسا؟ انا مش عارف ارد اقول لها ايه دي؟ دورا واتش يور لانجوج؟ لا 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 مفيش اي مشاكل خالص، ده انت عظيمه. انت اسمك ايه؟ انت مش سمعت بابي ناديني اسمي؟ ولا انتوا مش هتبطلوا اسئله المماله دي لما تشوفوا الكيس؟ اوف. ادهم شوف البنت وبعدين. لا 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 ارجوك والله يا حاج. انا لسه سامع اسمها دلوقتي حالا، ده هي اسئله ممله وخبيه بصراحه. بصراحه يعني. طب ممكن تيجي اتكلم معاكي كلمتين؟ ليه؟ هتكلم معاكي بس. ما تسالنيش اسئله نازله. انت في سنه كام؟ عندك كام سنه دلوقتي؟ بليز. عيب يا ضرة. انا وعدك يا ستي مش هسال اي اسئله خالص. انا عارف انا اسئلتي كلها غبيه اصلا. ممكن بس تيجي بقى تعالي سوي. اروح؟ عدو ولا حبيب؟ حبيب والله وحياه ضرة حبيب. طب خلاص روحي. انت مين؟ انا اسمي عمر سلطان. وانا اسمي ضرة ادهم عز الدين. تشرفنا يا فندم. قولي بقى انت الوقت اللي فاضي عندك انت؟ فاضيه على طول، مفيش وقت هي مش فاضيه فيه. ما I'm able to talk about myself. شخصيه تعبر عن جيل يا باشا. بقول لك ايه، انت بس اللي تتكلمي وانا مش هسمع حد هنا غيرك خالص. انا فاضيه لمده ساعه واحده بس. طب هو يعني سؤال بس، هو لازم وائل؟ ما ينفعش حد تاني؟ ماما بتعرفش تلعب، بتخسر على طول. وبابا بيعرفش يمسك الجوستيك اساسا. انت كمان اساسا؟ انا كمان اساسا. كلكم اساسا كده؟ انت بتتريق؟ لا والله بتريق، انا اقدر اتريق اساسا. طب ولو حضرتك يعني بعد اذنك يعني جبت لك حد يلعب معاكي اكس بوكس ويغلبك كمان؟ يبقى بيحلم. افرضي يوريني نفسه. انا؟ انت؟ نو واي طبعا. طب ولو غلبتك؟ عادي بس برضه نو واي. جربوا 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 جربوا. اوكي بس اكيد هنجيبه يعني. اسمعي هنتعبك. لا ابدا دي عظيمه. عمر سلطان على فكره الشيك سليم هيعيش معايا هنا على طول ان شاء الله. غاده مراتي. تشرفنا فعلا. اهلا بيك، هتنورنا. منوره بيكم. وبيك انت طبعا اكتر مننا كلنا. مش يلا بقى؟ الساعه راح منها لحد دلوقتي 10 دقايق. يلا. اوه دقيقة جدا. يلا يلا. اوعدك. فين الاكس بوكس؟ هتتأخر؟ لا 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 ده عشان عمل. المفروض يعني ما نتأخرش أكتر من 10. ينفع؟ اوكي. ممكن تاكل معاهم كده وكده يعني عشان نفسي نتعشى مع بعض؟ حاضر. تحب تاكل ايه بقى؟ انت وزوجك. خلاص سيب لي نفسك. اكتر من كده. وانا لازم امشي، اتاخر عليهم قوي. اوكي. اوكي. ما تزعلش مني عشان خليت الولاد معايا النهارده. بس بكره هيروحوا زي ما اتفقنا عند ماما. سلام. بجد؟ اه بجد. طب يلا عشان متأخرش. ماشي. باي. باي. خد بالك على نفسك. بس يا ستي فكل حساباتي في حياتي كانت مقتصرة على حاجة واحدة بس، النجاح. ازاي انجح؟ موضوع اني اخش علاقه واتربط بواحده ما كانش في دماغي اصلا. غلس علي. يا ريت تقبلي. كل اللي انت بتقوله ده بالنسبه لي كليشيه قوي. سمعته في 83 فيلم قبل. 83 فيلم بس؟ اه 83. انت عارفة الكليشيهات دي بتيجي من ايه؟ بتيجي من حاجة بتحصل كتير جدا فالناس بتاخدها على انها كليشيه. بس هقول لك على حاجة، سيبك من انها صح ولا غلط،
انا مشكلتي كانت في حاجه تانية، ما كانتش بس متعلقه في حته اني والله كنت مركز في شغلي وما عنديش وقت اني اخش في علاقه ولا لا. مشكلتي كانت اكبر من كده. للاسف كل البنات اللي كنت بتعرف عليهم كانوا نوعين. النوع الاول تقدري تقولي عليه فاضي، رايق، والنوع التاني اقولها لك ازاي؟ كان فاكك. فاكك؟ فاكك فاكك، يعني عاوز يعيش حياته بالطول بالعرض وخلاص. عامة انا لو كنت ارتبطت باي نوع من الانواع دي كنت ممكن اتجنن ويجيلي هسس. هسس؟ انا مش عارف، انا هما بيقولوها كده على فكرة. هسس يعني كنت اخش في حته بقى انا ما بحبهاش. اصل صحابي هيعدوا عليا، خارجه مع صحابي رايحه مش عارف فين، وانا كنت هخش بقى في حته طب مين صحابك؟ مين دول؟ رايحين فين؟ جايين منين؟ وانا بتخنق من الموضوع ده خالص. فالفكره كلها اني ما كنتش عاوز اسيب اللي ورايا واللي قدامي واقعد اركز في المواضيع دي. بس طب انا برضو لازم اقول لك ان المشكله برضو مش فيني، المشكله فيك انت. فيها انا؟ اه. ازاي بقى؟ الواحد منكم بيعرف الواحده من دول وهي عايشه في عالم كبير مليان ناس مليان صحاب، بيشوف الواحده من دول وهي بتتصرف في كل حاجه، بيشوفها وهي بتتخانق، وبيشوفها وهي فرحانه، وبيشوفها وهي بتتدلع، وبيشوفها وهي بتشتغل، وممكن يشوف عيوبها كمان. ومع ذلك برضو بيقرر انه يجري وراها، بيقرر انه ياخدها. صح؟ صح. المشكله بقى انه لما فعلا بياخد البنت من دول بتطلع لسته كبيره قد كده، لسته تقيش. لسته تقيش؟ اه. ما تطلعيش، ما تنزليش، ما تقلعيش، ما تكلميش، ما تب... ايش 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 ايش. وبرده مش دي المشكله الاساسيه. عارف المشكله الاساسيه امتى بقى؟ ايه؟ لما يا حرام البنت فعلا بتحب الراجل ده وتبتدي تنفذ له الطلبات دي كلها. ما تطلعش، ما تنزلش، وتغير دولابها، وتقطع صحابها، كل الكلام. ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ الراجل بيعمل ايه؟ اتغيرت؟ انت مش البني ادم اللي انا عرفتها وحبيتها. صح ولا مش صح؟ ممكن اقول لك على حاجه؟ انت متعقده قوي ومتضايقه قوي من الشنب. صح؟ اه. شفت ازاي؟ لا ده في شنب تاني بقى متضايق منه اكتر. اللي بيقول لك انا عاوز القطه المغمضه. انا عاوز ايه؟ القطه البريئه اللي ملهاش تجارب، اللي ما عرفتش حاجه، اللي خدها كده حته صوصات اشكلها عندي في البيت. صح؟ وربيها على ايدي، ياخدها يربيها على ايده في البيت. مش دي برضو المشكله؟ هو بياخدها فعلا يقفل عليها في البيت، بس المشكله انه بيطلع بره البيت يدور على غيرها بره، ياخد واحده بتعمل كل حاجه هو رافض ان مراته تعملها علشان يلاقي سعادته معاها. يعني من الاخر بيعرف عليها طوب الارض، والاولاني برضو بيعرف على اللي بيحبها طوب الارض. كلكم بتعرفوا طوب الارض. اه. والله مش عارف، يعني برضه حاسك شايله قوي. خالص. بس انتوا الطريقه اللي بتعاملوا بيها الست تديني احساس ان انتوا اضعف منها بكتير. جنون حته في العالم من بشر زيهم زينا. بس لان حافظ مش فاهم، ولان عنده بقى موروث غريب معرفش هو جايبه منين الصراحه، ان هو اقوى وان هو احسن وي وي والافلام كلها، بيقرر انه يكسر الست. لان ده بالنسبه له اسهل بكتير من انه يستمر. ممكن يبقى من غير اي داعي. فبيقرر انه يكذب كذبه بيضاء. انا مش حاسه ان كذبه بيضاء وكذبه في وشي، دي انانيه وملهاش اي علاقه خالص بخوفك على اللي معايا. كلمه انانيه دي كلمه كبيره قوي. وبعدين انا ازاي ابقى اناني وانا خايف على زعلك؟ لا، الفرق كبير قوي. خوفك على زعلي وخوفك من زعلي. خوفك لا زعل وانا اكد عليك وتبقى خناقه وضلمه ترجع بعد كده تقول الستات نكديين. يعملوا كل مصيبه والتانيه يقول ستات كديين. على فكره انت حبيتي وحبيتي جامد قوي، وشكله كده اللي انت حبيتيه عكن عليكي ونكد عليكي باسم الحب وباسم الخوف من زعلك والحاجات دي، مش كده؟ افتكر واحده في سني الطاعن ده وفي الزمن اللي احنا فيه ده ما حبيتش قبل كده؟ اكيد لا. اكيد اتنيلت، ما جبتش الدين من ديله يعني. انا ما جبتش حاجه معايا على فكره. استني استني،
لا ولا اطلع جيه. وانت تعرفي حد منهم؟ ايه احنا نمشي صح؟ اه طيب نروح التواليت الاول؟ اه بليز. بيعتك عنده الكيس بسرعة. ايه عمده؟ الو هاي عالية. ايوه فيرو. ايه ما صوتك كده؟ انت فيكي ايه؟ انت فين؟ انا بره مع كامل. طب هو ايه المشكلة؟ هو ضايقك في حاجة؟ لا 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 خالص، انا بس كنت عايزة اسألك على حاجة تانية. قولي يا حبيبتي، عايزة اسألي على ايه بالظبط؟ هو انت امتى اخر مرة قابلتي سلمى اخت راضي الله يرحمها؟ انا لسه شايفاها من يومين، جاتني عشان تاخد من عندي شوية فلوس. طب ما قالتلكيش اي حاجة خالص؟ حاجة زي ايه بالظبط؟ اصلها قاعدة وسهرانة في المكان اللي احنا فيه. طب وايه المشكلة؟ قاعدة مع صحابها وبتشرب. ايه؟ بتشرب؟ يعني ايه علي؟ بتشرب يا فريدة، انت عبيطة، بتشرب وصحابها كمان عمالين يشربوها اكتر. طب وهي قاعدة بتعمل حاجة وحشة مثلا؟ متكحولة هي واللي قاعدين معاها على الاخر، وصوت حكومة هي لاخر الدنيا. وايه؟ ما تتكلمي انت كده، علقتيني في ايه؟ بتتصرف بطريقة مش لطيفة خالص هي والمطعم اللي قاعد جنبها، وهو شكله فرحان بكده وعمال يشربها اكتر، مش مديها فرصة تاخد نفسها. ماشي يا ستي، ما تقومي توقفيها. لا طبعا ما ينفعش اتدخل خالص، ممكن يحصل سينز مش لطيفه، وبعدين العيال اللي معاها صغيرين ممكن يستهبلوا. طب هقول لك على حاجه، انت فين دلوقتي؟ انسي خالص اللي بتفكري فيه ده، ما احنا لازم نتصرف. انت عارفه ان عمر معايا على التليفون، ولو سمع حاجه زي كده هيهد الدنيا. اوعي تقولي لعمر الله يخليكي. طب هنعمل ايه؟ انت مش عاوزه تتصرفي ومش عاوزاني انا اتصرف، هنعمل ايه؟ احنا لازم نلاقي حل. معرفش بقى، انا قلت اكلمك واقول لك وخلاص. انت حاولي تكلميها بكره وتشوفيها وتعرفي منها الموضوع ده اخرته ايه. عموما انا هجرب اكلمها دلوقتي. لا ما اعتقدش انها هترد عليكي خالص. معلش انا برضو هجرب. طيب جربي وكلميني قولي لي. تمام ماشي يا حبيبتي، يلا اوكي، باي باي. باي باي. وانت تفتكر ان عمر عارف علاقتنا بامريكاني دي يا باسم؟ وليه لا؟ انت كده هتبتدي تقلقني منك يا باسم. ليه يا ادهم بيه؟ علشان ابتدي اشك انك مش عامل شغلك صح في تامين امريكاني، علما بان هو ماشي على تحركاتك بالملي. يا ادهم بيه شغلتنا دي علمتنا. شغلتنا دي علمتنا ان الهفوه فيها بتطير فيها رقاب. طب انا ممكن احاول اليومين اللي جايين. بعدين مش عايز امريكاني يشم خبر على الموضوع. تمام يا ادهم بيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ايه النور ده؟ ايه النور ده؟ الباشا كبير.
صباح الخير يا امريكاني. صباح الفل. ازاي؟ والله لك وحشة يا غالي يا ابن الغالي. صباح الحلاوة يا حلاوة. صباح الفل يا عم امريكاني. عم امريكاني ده انت اللي صباحك معطر. صباح الرضا بس بيه. اهلا يا امريكاني. يا راجل اضحك تضحك لك الدنيا، انت مكشر كده ليه؟ صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا ريس. اخبار الشحنه جديده ايه؟ قوي قوي. اتفضل يا باشا اتفضل وعايم بنفسك. حاجه ايه؟ انما تمام بريفكس بعون الله. ده على اساس ان انت اللي مصنعها يعني. يا باشا او اي رغي بقوله علشان بس يعني باسم بيه يتبسم. تبسم يا باسم بيه. ده النبي تبسم. تبس بس. باسم عايزك تحصل البضاعة دي كلها، عايزك تجربها وتقدمي تقرير بيها على مكتبي بالليل. تحت امرك يا دهم بيه. طب يلزم خدمة يا رجالة. ربنا يخليك يا ريس. طيب ادهم باشا، انا قصدك في عشم يا كبرنا. امر يا امريكاني. ما يؤمر عليك عدو. انا بس كنت عايز استسمحك، الواد ابو رمله والواد تلجه يجوا يقعدوا معايا هنا. ليه انت ناقص حاجه؟ يتقطع لساني لو قلت حاجه. هو انت مخلي حد بيفكر في حاجه خالص؟ بس اصل عيال دول رجالتي وعيال جدعان قوي وملهمش غيري، وهم دلوقتي متثبتين ومش عارفين بكره هيبقى شكله ايه وهياكلوا عيش منين، ودول عيال حلوين قوي ويعجبوك. طب يا ابني حاضر هظبط لك الموضوع ده، ما تقلقش. لا 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 يمكن اقلق طول ما انت نقيبي يا كبرنا. مع السلامة. سلام عليكم. سلام عليكم يا رجالة. مع السلامة. ايه يا باسم بيه؟ طب ادهم باشا ماشي هتفضل مكنظم كده؟ خلاص بقى يا معلم. ياسمين عايز الفلوس دي تبقى عند امريكاني قبل الظهر بكره زي ما وعدته. حاضر يا ادهم بيه. بقول لك ايه؟ تقدر تجيبي لي قرار عمر ده في قد ايه وقت؟ اسبوع. معقول، ابتدي من بكره. اوكي. We'll be right back.